بسم الله الرحمن الرحيم. تجربة بعنوان Surface Tension of Liquid by Direct Pool Method. التوتر السطحي لسائل بطريقة الشد المباشر. الهدف من هذه التجربة قياس معامل التوتر السطحي لسائل بطريقة الشد المباشر باستخدام داينوميتر، وكذلك دراسة تأثير تغير درجة الحرارة على معامل التوتر السطحي لهذا السائل. الأدوات المطلوبة: حلقة معدنية، مقياس لقياس قوة الشد الداينوميتر في حدود 1 نيوتن، حوض به ماء ساخن، رافعة معملية لابوراتوري جاك مع حامل لتعليق الحلقة المعدنية، وميزان للحرارة. في السوائل تنجذب الجزيئات لبعضها البعض من خلال القوى الجزيئية في المادة الواحدة أو الجزيئات المتشابهة، تسمى هذه القوة بقوة التماسك cohesion force. أما في الجزيئات أو القوة، هذه القوة بالنسبة للجزيئات الغير متشابهة تسمى قوة التلاصق adhesion force. من الشكل، لو خدنا مثال الجزيء داخل أو في باطن السائل، فإنه يعاني من قوة متساوية من جميع الاتجاهات، وبالتالي يكون مقدار أو مجموع قوى التماسك المؤثرة على هذا الجزيء بتساوي صفر. في حين لو أخذنا جزيء على السطح كمثال، فإن هذا الجزيء يعاني شد أو تؤثر عليه قوة التماسك باتجاه باطن السائل. هذه القوة تؤثر على جميع جزيئات السطح، مما يجعل سطح السائل متماسك، وبالتالي تشكل هذه القوة تشكل حجم محدد لهذا السائل. وفي هذه الحالة يبدو سطح السائل مثل غشاء مرن مشدود رقيق. هذه القوة التي تمارس على سطح السائل لكل وحدة طول من سطح السائل لكل وحدة طول من السائل تسمى بقوة التوتر السطحي. يبقى إذن قوة التوتر السطحي أو التوتر السطحي هو عبارة عن القوة المطلوبة لتغيير شكل سطح السائل، أو هو الشغل المبذول لوحدة المساحات من سطح السائل. يرمز التوتر السطحي بالرمز جاما أو كاما، ويقاس التوتر السطحي بوحدة نيوتن لكل متر أو داين لكل سنتيمتر. 1 متر يساوي 10^2 متر، 10^2 سوري 10^2 متر، و1 نيوتن يساوي 10^5 داين. يبقى ممكن قياس التوتر السطحي بنيوتن لكل متر أو داين لكل سنتيمتر. في هذه التجربة سيتم حساب معامل التوتر السطحي عن طريق غمر حلقة معدنية خفيفة في سائل، ثم سحب هذه الحلقة ببطء شديد حيث تتكون طبقة رقيقة من السائل داخل الحلقة، وستواجه قوة شد بسبب قوة التوتر السطحي. هذه الحلقة ستعاني أو ستواجه قوة شد بسبب قوة التوتر السطحي، حيث الـ F هذه القوة قوة التوتر السطحي يساوي جاما في الـ L، حيث جاما معامل التوتر السطحي، والـ L هو عبارة عن ضعف محيط الحلقة، ضعف محيط الحلقة المعدنية. طب ليه هناخد ضعف المحيط؟ لأن التوتر السطحي يؤثر داخل الحلقة وخارج الحلقة على جانبي الحلقة، حيث يتكون فيلم مائي، على جانبي الحلقة، وبالتالي الـL هو عبارة عن ضعف محيط الحلقة. ضعف محيط الحلقة بيساوي 2 باي R، ضعف المحيط بيساوي 2
او بيساوي 4 باي ار، بيساوي 4 باي ار. يبقى اذا هذه القوة اف اللي هي جاما ال بتساوي 4 باي جاما في الار، حيث الار نصف قطر الحلقة المعدنية. وبالتالي من هذه العلاقة فإن الجاما لو معامل التوتر السطحي بيساوي الاف على 4 باي في الار. نضع الحوض الذي به ماء ساخن على الرافعة المعملية، ثم نقوم بتعليق الداينوميتر على الحامل، ونقوم بتعليق الحلقة المعدنية أو ربط الحلقة المعدنية ذات القطر المعروف. طبعا هنحسب قطر الحلقة شباب بالمتر، نحسب قطر الحلقة بالمتر. نعلق هذه الحلقة من الطرف الآخر للداينوميتر، داينوميتر المعلق، ونسجل قراءة الحلقة في الهواء وليكن اف 0 بالملي نيوتن، نسجل قيمتها بالملي نيوتن. ثم نقوم بضبط ارتفاع الرافعة المعملية بحيث يحدث غمر للحلقة المعدنية في الماء، ثم نحرك الرافعة المعملية لأسفل ببطء حتى تنكسر طبقة الفيلم المتكون داخل وخارج الحلقة. وفي هذه اللحظة نقوم بحساب قيمة F وليكن F 1 بالملي نيوتن. ال F 1 تسجل في لحظة الفصل ما بين الحلقة المعدنية وسطح الماء. ثم نقوم بحساب معامل التوتر السطحي جاما باستخدام المعادلة الجاما تساوي F 4 باي R، حيث ال F تساوي قيمة قوة الشد على الداينوميتر في لحظة فصل الحلقة من سطح الماء، في لحظة فصل الحلقة أو الحافة السفلية للحلقة وسطح الماء. والإف زيرو هو عبارة عن مقدار وزن الحلقة في الهواء أو قوة الشد في على الداينوميتر والحلقة معلقة في الهواء. ثم التعويض في المعادلة بمقدار الاف بتساوي زي ما احنا قلنا اف بتساوي اف 1 ناقص اف 0، ونعوض في قيمة الجاما تساوي مقدار الاف على 4 باي في مقدار نصف قطر الحلقة. الخطوة التالية نكرر هذه الخطوات السابقة عند درجات حرارة مختلفة، عند درجات حرارة مختلفة من خلال مقياس الحرارة، وليكن عند 40 درجة أو عند 90 درجة. لو ماء ساخن ننتظر ليبرد 90 ثم 100 ثم 80 ثم 70 ثم 60، ونسجل هذه النتائج في جدول. في كل مرة نسجل قيمة معامل التوتر السطحي جاما من خلال العلاقة السابقة جاما تساوي F على 4 باي R. نسجل هذه القراءة أو القيمة بتاعت الجاما عند كل درجة حرارة من درجات الحرارة دي يا شباب، ثم نقوم بعمل علاقة ما بين الجاما على محور Y و T اللي هي درجة الحرارة على محور X. نلاحظ أن العلاقة عكسية، نلاحظ أن العلاقة عكسية، ونتابع الفيديو المرفق.